والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدنيا هي مزرعة للآخرة، فمن صلحت دنياه صلحت آخرته، ومن خسر الدنيا خسر الآخرة. وليس المراد بصلاح الدنيا أن تحصل على الأموال وعلى الممالك وعلى الجاه والأولاد، هذا من من الله وعطاء من الله إذا استعنت به على طاعة الله ربحت الدنيا والآخرة. وأما إذا ضيعت هذا ولم تشكر في ربك فلا ينفعك مال ولا بنون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.